أسعد الله صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يسود الطقس صافي هذا اليوم في العاصمة الرياض مع 44 درجة مئوية، الملموسة 40، الرطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية خفيفة أسرع. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة المتوازية شمالا، سكاكا طقس صافي 35 إلى 22، عرعر 36 إلى 22، تبوك 36 إلى 23. المنطقة الغربية جدة طقس صافي 38 إلى 27، المدينة المنورة 44 إلى 31، مكة المكرمة 39 إلى 30، والطائف 36 إلى 27. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 32 إلى 25، أبها 34 إلى 22، جازان 35 إلى 32. المنطقة الشرقية الدمام 45 إلى 29، حفر الباط 42 إلى 32، الإحساء 46 إلى 29. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 44 إلى 29، بريدة 41 إلى 26، وحائل 36 إلى 20. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.